365 هو عدد الشركات الأجنبية التي شاركت هذا العام في الطبعة 54 لمعرض الجزائر الدولي. عارضون أتوا من 30 دولة للمشاركة في هذا الحدث الاقتصادي والبحث عن آفاق جديدة في السوق الجزائرية في ظل التحسن الكبير الذي شهده مناخ الأعمال في الجزائر بعد الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار التي من شأنها استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. On est vraiment très satisfait de cette foire. C'est la première fois qu'on participe. On a eu beaucoup d'occasions de rencontrer des clients. نحن أتينا من تركيا أول مرة بهذا المعرض. بهذا المعرض وبالجزائر خصوصا يوجد الفرص كثير جدا. Nous avons fait des échanges par rapport au coton. On va essayer de créer un cadre de collaboration entre les deux pays dans ce domaine. التظاهرة عرفت أيضا مشاركة 473 عارضا وطنيا من مختلف القطاعات الاقتصادية في هذا الفضاء الذي شكل فرصة للتواصل بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب وخلق فرص استثمارية واعدة، خاصة في ظل المزايا التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد. تحت لنا فرص باش نتعرفوا على متعاملين اقتصاديين من داخل وخارج الوطن باش نمدوا فرص أخرى لتسويق المنتوج تاعنا. هذه فرصة من فرص اللي تمنحها الدولة تاعنا بالإضافة لقانون الاستثمار اللي منح تسهيلات كبيرة. معرض الجزائر الدولي الذي احتفى بإيطاليا كضيف شرف طبعة سنة 2023 يصدر الستار عن فعالياته اليوم بعد أن شهد إقبالا هاما من الزوار والمهنيين المهتمين ببحث فرص الشراكة لترقية التبادلات التجارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.